مساء الخير متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة متابعين معاكم من أمام محكمة جنايات بنها بمحافظة القلوبية، وتفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب في مخزن والده على يد 5 متهمين في صباح يوم عيد الأضحى. هنعرف دلوقتي تفاصيل الواقعة وكواليس المحاكمة من والدة المجني علي. السلام عليكم. لك يا حاجة ان شاء الله حق محمد يجي له باذن الله. يا رب احنا عايزين حق يجي له، عشان مش عايزين غير القصاص، عايزين غير القصاص. ما فيش وبعدين هم المواطنين يوم العيد، يعني يوم العيد بدل ما يضحوا بعيد ولا اخوه يضحوا بابني، عشان ايه ده كله؟ عمل ايه؟ عمل ايه يعني؟ لما يموت كده انا ما بنامش والله، من ساعه ابني ما مات عملت 3 عمليات في الميت ما بنامش. ابص كده الاقي ابني هنا، ابص كده الاقي ابني هنا، ما بنامش خالص. وهم حاطين في الماء البرد ده حكومه خالص، يعني هي خلصانه، هي خلصانه. لا يعني هي خلصانه، بس يعني تدي اجراءات ولازم تتم عشان الحكم يكون يعني ماشي، بس يعني رادع ان شاء الله. هم معترفين ان هم اعتبروا 5، يبقى تخلص ولا الدنيا كل شيء ناجل ناجل ناجل؟ ابعد، احنا قلبنا واجعنا، احنا قلبنا بينزف دم من جوه. هم مش حاسين بنا؟ هما مش حاسين باللي احنا فيه؟ لا يعني كل تاخير ان شاء الله وفيها خير، وفيها خير ليك باذن الله، يكون في قرار رادع. هما مش حاسين باللي احنا فيه؟ مش طبعا حاسين بالوجع اللي احنا فيه؟ طبعا ايه؟ طبعا حاسين. لا مش حاسين، لو حاسين كان حكم. المفروض اللي موت واحد يموت ساعتها، علشان ايه؟ عشان ما حدش يعملها تاني. لما هما بيسيبوا ما تعمل الاجراءات، لو الكلام ده لما فيش اللمه ده كل حاجه يعني معموله. هو ان شاء الله، هو ان شاء الله اخر حاجه يعني باذن الله الاجراءات اللي هو يعني سماع او مناقشه الطب الشرعي دي باذن الله تكون اخر حاجه. انا مش عايز حاجه غير القصاص، زي ما موت ابني يموت بس خلاص كده، مش عايز. لما انا دني قاعده كده استنى على اعصابي، استنى النهارده بكره عشان خاطر ولاد الصبيان الاثنين، يعني دمرهم رخرين. لا ان شاء الله عداله المحكمه باذن الله هم قالوا هيجيبوا حق ابني، لما يجيبوا حق ابني بقى يزوه يجيبوا حق ابني. انا مش هدمر ولاد الاثنين، ماشي؟ انا مش هدمر ولاد الاثنين، انا عايز القصاص. خلي بالك كده مفيش، وابني ما عملش حاجه، ابني ما عملش حاجه لدخول، ابني ما عملش حاجه عشان يموتوه. تمام. نعرف من اخو محمد، حضرتك اخو محمد الله يرحمه، اسم حضرتك ايه؟ هذا عادل الهادي. انت اخو محمد الصغير؟ محمد كان له خلافات مع المتهمين اصلا؟ لا. يعني ليه عملوا كده؟ انتوا في قريه؟ احنا قاعدين في البقاشين. بس انتوا البقاشين وهم كفر الشاوي خاطر؟ مخزننا احنا في كفر الشاوي خاطر، مخزن والدك اللي حصل فيه جريمه. ايوه انت تشيل؟ لا اه اتخن ده، اتخن ده، ده انا بهدلته عشان حضرتك. طب معلش بقى، والله بهدلته عشانك ياما. قول لي يعني ليه حصل، يعني ليه وصلهم للجريمه البشعه اللي ارتكبوها؟ الله اعلم، بس يعني اقول لك يا بنتي والله ولا عمل حاجه، هو غلبان ونزل البلد عندنا ونزل كفر الشقاوي. احنا نزلنا متابعين القضيه من الاول، احنا نزلنا البلد وسالنا على محمد المحترم. كله هيرد يقول لك ايه؟ هو الانسان ملوش حاجه غير واحده، حاجه واحده بس، سيره. صح، سمعته. الانسان ملوش غير سمعه وسيره بس، معروف عادل ابو الهادي ومحمد عادل الهادي سيرتهم لحد الان، ولاد عادل الهادي كلهم سيرتهم لحد الان. بنعدي ناس بيشوفونا فوق دماغهم بسبب ابونا ومن ريحه اخونا. طب احنا بقى، طب ايه الخلاف اللي معاهم ان عملوا كده؟ كان بقى